معقول انحرمت من أكتر شي بحبه بالحياة؟ ما رح أقدر أرجع أروح على النادي وأتمرن؟ ما رح أضعف وأستسلم، رح بلش أعمل تمارين بالبيت بتساعدني أسترجع قوتي شوي شوي حتى أقدر أرجع أروح على النادي. رح أستعمل الوزن يلي بنحط بمعصم اليد، هذا الشي رح يخليني أسترجع وأقوي حركة إيدي. وأكيد أنا استشرت ورجعت طبيبي قبل ما أبدأ بهالتمارين. بعمري ما كنت متخيل إنه رح أرجع على النادي وأقدر أعمل نفس التمارين اللي كنت أعملها قبل الحادث. بالحياة ما في شي صعب أو مستحيل قد ما كانت الظروف ضدنا. كل واحد فينا عنده القدرة إنه يحقق أي شي بده إياه. بعمركم ما تتخلوا عن أحلامكم، مش عيب الواحد يفشل، عيب إنه الواحد يستسلم. حتى لو فشلت مرة واثنين وثلاثة، خليك عم تحاول، بالنهاية رح تحقق كل أحلامك.